والصباح خلينا نشوف تيفي. صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الدردشه، في الجوله الصباحيه، جوله صباحيه عبر الشوارع الحمراء البيضاء. اهلا وسهلا ومرحبا، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه الصباحيه عبر شوارع زقه الحمراء البيضاء. نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مباشره من تطوان، جوله صباحيه عبر شوارع الحمراء البيضاء. علاش مازال كنشوفوا تزايد الحالات المصابين بكورونا في بلادنا رغم التوعية والتحسيس بشكل يومي على مدار الساعة، ولكن مازال الأرقام كترتفع؟ علاش في نظركم كنشوفوا هذا الشيء؟ صباح الخير كل متابعينا الأوفياء داخل المغرب أو خارج المغرب، داخل تطوان أو خارج تطوان، بداية من حيث سكنة والتعمير، مدارات سكنة والتعمير في اتجاه شارع جيش الملكي. جولة صباحية ونهاركم مبروك، نتمنى تقضي معنا اوقات جميلة في هذه الدردشة. جو جميل في تطوان هذا الصباح، قلنا كيفاش دايرة الاجواء في المدن ديالكم، كيفاش دايرة الامور عندكم متتبعينا. اذا من شارع جيش الملكي، مرحبا بكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. جولة صباحية عبر شوارع الحمراء البيضاء، علاش مازال كنشوفوا تزايد الحالات المصابين بكورونا في بلادنا؟ هذا سؤال اللي خصنا نطرحوه بصراحة، يعني بشكل دقيق. علاش الأرقام كترتفع؟ أين هو الخلل؟ من يتحمل المسؤولية؟ علاش هذا الشيء طول؟ واش كنتوا كتنتظروا أن هذا الشيء ممكن يوصل 10 شهور 12 شهر، يعني ممكن يكمل العام أم ماذا؟ أرقام كل نهار يعني كترتفع، الإصابات الوفيات للأسف، والكل تينتظر العودة للحالة الطبيعية. وقتاش واش هاد كورونا مابقاش تسالى؟ واش الناس ما ملتزمينش؟ واش الناس خايفين؟ واش ما خايفينش؟ واش كانوا مخلوعين في الاول ومن بعد رجعت المياه لمجاريها من جانب ديال الخلعه، صافي اعتبروا الامور عاديه ام ماذا؟ من شارع جيش الملكي، مرحبا بكم زهران نرجس، صباح الخير وصباح النور. اذا متابعينا، دو اسئله كنطرحوها مع بعضياتنا متابعينا عبر هذا المباشر في الجوله الصباحيه عبر شوارع الحمراء البيضاء من شارع الجيش الملكي. اجواء جميله هذا الصباح، وانتم كنشوفوا الحركه كيفاش دايره. 8:28 دقيقه، صباحكم مبروك اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. كما قلت مع تزايد ديال الارقام، علاش مازال كنشوفوا تزايد الحالات المصابين في كورونا؟ كنت درت اول امس مباشر في الليل وطرقت واحد النقطه اللي هي مهمه ومهمه وخطيره وحذاري، ثم حذاري اي واحد من العائله ديالو جا مشي بلد ودردش معكم وراء الهامش انه دار ديك البي اس ار بطريقه مزوره، لانه كاين شبكه الان نقدروا نعتبروها في مجموعه من المدن الاوروبيه خاصه اسبانيا، تيزوروا هاد الشواهد. لماذا؟ لان كل مدينه وكل منطقه في اسبانيا عندها الثمن ديال هاد الشهاده ديال بي سي ار. هنا نذكركم بالخطوره اللي ممكن نعيشوها، واحتمال الله اعلم ممكن نعتبروا ان دخول بعض الجاليه المغربيه من بعض المناطق او بعض المدن الاسبانيه بالدرجه الاولى، ولا كانوا شواهد مزوره وما اكثرهم حسب مصادرنا الخاصه من اسبانيا انهم راه مشكل. لماذا؟ لان الشهاده، نهضر على الكوستا ديال سول مثلا، مالاغا 155 ديال الاورو اللي ما يعادل 1700 درهم ديك الشهاده للشخص. برشلونه 100 ديال الاورو، 1100 درهم. بمعنى كاين ناس كيديروا شهاده على حسب الثمن، موالين 100 ديال الاورو 20 ديال الاورو، يعني الشخص كيربح 80 ديال الاورو، كيربح تقريبا واحد 900 ديال الدرهم. كيغامر انه يجيب لك الشهاده مزوره ولكن هي مخدومه بتقنيه عاليه وجاو بها الناس، وهذا نداء كذلك للسلطات الاسبانيه في المطارات ديالها، في الحدود ديالها، انها تراقب هذا الشيء. لنا بالنسبه لنا وحتى السلطات المغربيه، حتى هذا الشيء راه تيشكل لنا خطر محدق، وممكن لا قدر الله انه يكون سبب ارتفاع العدد في المغرب مؤخرا، يوصلنا 3400 3000 وكذا، ممكن. لماذا؟ لان يجي واحد الشخص هو تشطر على 800 درهم ولا 900 درهم، هادي الوطن ديالو، هادي الاهل ديالو، وغنكونوا بضوء على ضوءه رفعنا الاصابات في المغرب، وهذا خطا وخطير. اذا متابعينا، نتمنوا بالفعل الناس الجاليه المغربيه، الله يهديكم، الله يخليكم، فكروا في بلادكم وفكروا في ولادكم وفكروا في عائلتكم، لان هذاك الشخص اللي ما جاي غيزور عائلته وغيزور الاصدقاء والاحباب والجيران ديالو. اذا راه ممكن تشكلنا خطر يا اخي بديك الشهاده ديال بي اس ار، وهنا تنطلبوا السلطات الاوروبيه، السلطات المغربيه في الحدود، انها تكون شي تقنيه او شي طريقه يعني اللي يمكن اللي يضبط بها
هاد ال ال شنو سميتو هاد الشهاده بطريقه بسيطه، اذا كان تنسيق امني طبعا بين البلدين مع هاد المختبرات، لان هاد السيد كيجي انه دار هاد التحليله في مختبر اكس، هذاك مختبر اكس خص يكون كاين تنسيق معاه بشي طريقه، لا بالنسبه لينا ولا بالنسبه ليهم هاد الاسماء واش كاين، حاله بسيطه. ولكن هذا راه الضغط والمجموعه ديال الامور اللي كيخرج يوصل للمطار ولا كيوصل للميناء ولا كذا، يعني اللي غادر من اسبانيا ولا مشي دوله اخرى اتجاه المغرب، لان اكدوا لنا مصادر موثوقه من اسبانيا خاصه من برشلونه انه داكشي مخدوم بمستوى عالي جدا، هاد التزوير ديال هاد الشهاده مخدوم بمستوى عالي جدا جدا، بمعنى انه طبعا ملي كنهضروا مخدوم بمستوى عالي جدا يعني الفوتوشوب، المعلومات ديال واحد الشخص اللي عنده سلبيه بها خدامين تيبدلوا الارقام وتيضيفوا الاسماء طبعا بالسميه ديالك بالرقم جواز السفر ديالك كل شيء، هذا هو الاهم، واحد الدوسي كارطون يعني داك الشيء مخدوم. هذا الشيء خدام الان دابا في, 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 في اسبانيا 20 يورو 30 40 50 على حسب المنطقه، اذا كانت غاليه مثلا وصلنا هاد 150 155 يورو راه تيكون الثمن 50 يورو، كانت 120 30 يورو يعني بالنسبه للشخص دائما رابح. ولكن اللي خطير اذا كان بالفعل انه سليم، رغم انه خرق القانون ونعتبره انه دار هذا الجرم هذا على العموم، يوصل البلد والام سليم يعني مرحبا. المشكل هو انه تيدير ديك الشهاده ولا قدر الله ممكن يكون مصاب، وعادي يجي على اساس انه مصاب، ما مصابش هو مصاب ويزرع لك كورونا في المغرب، وعلى ضوء ذلك احتمال لما لا يكون هذه الارقام ارتفعوا، لان يدخل على بزاف ديال المواطنين من مجموعه من المدن. حذاري ثم حذاري، لان الانسان ما كيعرفش شنو يقدر يوقع، ممكن يكون مصاب وما عارفش بدون اعراض، اذا هذا مشكل. تحاليل في المغرب طبعا كاينين في المختبرات، نتمنوا من هذا التزوير ديال هذه الشواهد اللي حنا الان كندقوا ناقوس الخطر بصراحه، وهذا نداء موجه للسلطات الدبلوماسيه على مستوى وزاره الخارجيه والداخليه كذلك ديالنا وديالهم، يراقبوا هذا الشيء لان هذا الشيء خطير وخطير بزاف. راه طبعا نتمنوا كذلك ان حتى القنصل المغربي في برشلونه او في مدريد او المهم او السفير، السلطات الدبلوماسيه المغربيه ان تاخذ هذه الامور بجديه وحذاري ثم حذاري. كنزه صباح الخير. اذا متتبعينا نتمنوا اللي عنده شي عائله ديالو في اوروبا، لانه هو ما عرفش انا دول اخرى عليهم، كنهضر على اسبانيا الان، ما بغيناش دخل كورونا بوثيقه مزوره ب 20 يورو، ديك البي سي ار كشهاده اللي كتثبت انك انت سليم من الكورونا وهي مزوره. طبعا انت عاد دير حسابك كورونا وما خدامش ولا ما دايرش ولا ما عارف شنو ولا كذا، خصني نجي اسيدي عاد تجي مرحبا بك اهلا وسهلا، ولكن ما تجيناش اخويا بصفه غير قانونيه بديك الشهاده، وممكن تكون لا قدر الله انك انت حامل الفيروس، وعلى ضوءه كما قلت ممكن ترتفع هذه الارقام، لانه الارقام ارتفعت تدخل على كبير ديال المغاربة بهم ارضهم هذه ودارهم هذه وبلادهم هذه. ولكن الله يخليكم، فكروا على المدى البعيد، فكروا على المدى البعيد، هذا هو السؤال. نتمنوا بالفعل متتبعينا ما نسمعوش مثل هذه الحالات وما نشوفوش مثل هذه الحالات على المدى البعيد، لان هذا الشيء خطير وتيدق ناقوس الخطر كذلك، لان هادو مشاكل كبيره وكبيره بزاف. موضوع تسرب طبعا من برشلونه بالدرجه الاولى ومن مالاغا ومجموعه من المدن الاسبانيه، حذاري ثم حذاري. لا قل لا يصبر الله ما كتب لنا، هذه ما اختلفوش فيها، ولكن ربي اعطانا العقل باش نفكروا به يا اخي، ربي اعطانا العقل، قل لا يصيبنا الا ما كتب لنا سي محمد. اياه، ولكن انت كتعرف هالهويه ولا السم ديال الحياه وتقول لي والمكاتب، على اي مكاتب نتحدث؟ باش نكونوا واضحين الاخوان، كاين شي حاجه سميتها المسؤوليه، كاين شي حاجه سميتها انت راه عارف هذه حرام وهذه حلال، هذا خرق القانون، هذه جريمه كيعاقب على القانون، هذا ما ديرش ما تخافش، انت ماشي مع سبق الاصرار كاين سوء النيه، انت ماشي ممكن سي محمد انت اللي كتبت لنا هذا التعليق، مرحبا بك مرحبا، ممكن يصيبك شي واحد لا قدر الله، اذا جا وكان بهذه الخطه هذه، جارك خوك مع عائلتك سلم عليك صاحبك ما نعرف. اذا هنا باش نكونوا واضحين، هذا موضوع
صعيب وصعيب بزاف. كنهضروا على الحاضر والواقع، داك ما كاينش كورونا تيكذبوا علينا، ديك الهضره ديال كذا ماشي هو السياق ديالنا الان. انا تنقول على كانوا تيكذبوا علينا الناس اللي تيعلنوا عليهم انه ماتوا، ممكن عائلات، طبعا معنا ناس معنا متتبعين الان العائلات ديالهم للاسف ماتوا بكورونا، وفي الطب ديال كورونا طبعا اللي صابوا لعده اعتبارات وتوفوا وما شافوهم، جاو في الصندوق من تما المقبره يا بالليل يا بالنهار في ظروف الاجراءات الامنيه الاحترازيه اللي كانت. اذا واش هاد الناس دفنوهم ولا لا؟ داروهم في الكونجيلاتور؟ لا، باش نكون واضحين، هذه راه كورونا تقتل على حسب كل واحد والامراض اللي فيه، كل واحد والصحه ديالو. كاين اللي ممكن اعمار بيد الله طبعا والحمد لله، كاين ناس كبار يعني مسنين اللي ديباساو 80 سنه والحمد لله كانوا مرض كورونا ونجاو. وعندنا حاله من تطوان خرجت من المستشفى الاقليمي سانية الترمل في البدايه ديال الكورونا قبل العيد، قبل العيد الفطر، وصورت انا شخصيا وخذينا معها تصريح ومرا فرحانه مسنه 82 سنه. تقول لك ربي طولنا في العمر، الحمد لله، ولكن حاله من احدى الحالات. نتمنى بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه وبالمسؤوليه، لان هذا الشيء فريمون تيتزاد. وهذا هو السؤال، علاش هذا الشيء تيتزاد؟ ربطنا هذا الشيء ديال اسبانيا لان كل شيء ممكن، كل شيء ممكن مع هاد الشواهد اللي مزوره الان، حيت هي المعلومه بسيطه. قلت واحد النقطه مهمه ولكن مساله ديال الوقت ممكن دار. ملي كيجيك واحد الشخص بشهاده واحد المختبر، هي مساله دابا كل شيء قريب، كل شيء سهل. ممكن اخر شي واحد يقول لك ولا هاد الناس خاصه الجاليه اللي معروف يا اخر عيدير اخر، يعني الشخص عيدير هاد الشهاده مقابل ماذا؟ مقابل مغادره التراب الوطني. يعني هاد السيد عيسافر، هذاك المختبر غيكون تنسيق مع السلطات المختصه انها كتعطى له لا ليست، تتعطى له لا ليست كل مجموعه الناس اللي جاوا داروا هاد التحاليل باش يغادروا التراب الوطني من المختبر اوفيسيال، كتعطى لا ليست للسلطات الامنيه. هادشي يرجع بسيط، لايحة في الواتساب الثانية هي عندك. هذاك الشخص ملي يجي يغادر رقم لاكارت ناسيونال ديالو، المعلومات ديالو جوا السفر ولا كذا تيطلع، لأن أنت عاد غادر التراب الوطني طبعا خصو يكون رقم الباسبور ديك الشهادة أكيد. إذا فلان فلاني رقم 10 10 10 داز أوفيسيال في هذا المختبر. ملي كتجيب لي أنت اللائحة مضبوطة يعني المختبر عطاها للسلطات، صافي كنشدوا على هادشي ديال التزوير وكذا. المسألة بسيطة جدا. لا طبعا هذا الكلام هذا ما عاد يعجب بزاف ديال الناس، ما عجبهمش، ولكن حنا يا اخي شوف يلا اياه غاليه لعط الله هذا، ولكن اللهم الغلا نضمنوا الامور ولا الرخاء ونترشوا الامور وندمروا الامور. لان انت اخيرا يا اختي من جا او من هنا او تما، انا كنهضر دابا لكلتا الطرفين، خصها تكون شي طريقه اللي يمكن نوقفوا هذا النزيف اليوم قبل غدا، لان هذه الارقام اللي كترتفع كما قلت في احتمال كانت حتى شي جهه، ولكن كنقولوا ممكن. علاش؟ لان علاش ما يمكنناش؟ علاش ممكن؟ لان هو جاو وثائق مزوره، ناس جابت شهاده مزوره، جابت شهاده مزوره، هذا مشكل. اذا المعلومه هي بسيطه، لان هي الحيله كتغلب السبع كما تنقولوا، الحيله او الخطه كتغلب السبع. هاد الناس هادو كما قلت مشاو تيديروا هاد الشواهد مزوره، والناس راه خدامه الان، مجموعه من الناس خدامه، يعني هادو الناس اللي مختصين الان في هاد التزوير راه خدامين تبارك الله، لان عدد كبير ديال المغاربه وزادوا تشجعوا. لان فرج يقول لك انا غنخلص 100 الاورو وهو ما جي في الطياره، ممكن ديك 80 الاورو اللي ربح راه ممكن يخلص بها الطائره. قلت لك انا الورقه وديك الثمن اللي غنخلص بها انا على الشهاده ديال البي سي ار بيض الاورو، انا عندي فيها الطياره والشهاده طبعا، لان العميل ديال الماده والعميل. ولكن ما وراء الماده؟ ما وراء هاد الفلوس؟ هذا هو السؤال. طبعا كما قلت متسبعين غنشوف فيه انه هذا الكلام ما عاد يعجبش بزاف ديال الناس. لماذا؟ لان هاد الناس ما تعجبوش الفكره، هذا جاي يفضحنا وهذا جا تيهرسنا الخطه وتيدير. حنا سيدي راه حفاظا عليك، على ماماك وعلى باباك وعلى اختك وعلى خالتك وعلى عمتك وعلى جدك وعلى 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 الى اخر السطر، لان انت اخي عاد تجيب هذه الشهاده
وشطرتي فيها ووفرتي ديك البركه، ولكن راه شكلتي خطر محدق على الوطن والاسره وكل علاقته بك والمحيط ديالك. راه ممكن نبداوها من ديك المضيفه ديال الطيران، من هذاك الشخص اللي جلس هذاك في الطياره، هذاك الشرطي اللي وقع لك جواز السفر، هذاك الجمركي اللي عيفش لك المعدات ديالك، هذاك السائق التاكسي اللي ركبتي معاه ولا شي واحد من عائلتك اللي جا موراك للمطار، وملي عاد توصل للدار، وملي عاد تدخل للدار، وملي عاد تخرج القهوة، وملي عاد تسارى، وملي عاد تمشي مع الدراري. يعني شخص واحد ممكن يوزع لنا نواح 100، وهذوك 100 توزع لنا 100 اخر، وها الحصيلة طالعة. اذا صباح الخير حرية. دنا متسبعين، نتمنوا الله يخليكم، كل واحد يحاول يلتزم معنا بهذه القضية، الحاضر علم الغائب، نبارطاجيو هذا الشيء، لان هذه معلومه مهمه وخطيره. ناس ديال الخارج، ناس ديال الجاليه المغربيه، الله يخليكم، ما تدمرش راسك والاسره ديالك ب 80 دراهم. هذا هو السؤال، ما تدمرش راسك وعائلتك والوطن ديالك بواحد المبلغ اللي هو زهيد في الحقيقه. اذا نتمنوا بالفعل، نتمنوا بالفعل متسبعين ان الناس تاخذ الامور بجديه وروحها المسؤوليه، هذا هو الاهم، لان هذا الشيء طبعا تاسف وهذا الشيء خطير. باش نكونوا واخرين، نكونوا لا 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 شفت شي اخ هنا قال اسبانيا مستحيل تزور زور لا 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 كاين اخي شي واحد اللي قالنا اسبانيا مستحيل تزور، غير باش ناكدوا لك كاين ناس دخلوا بشواهد مزوره مخدومه، لان هذيك نعطيك واحد المعلومه، هذيك الشهاده ما كدوش في شي سكانير ولا في شي جهاز المراقبه اللي يمكن لها ديتيكتي واش مزوره ولا ما مزوراش، وثيقه مسكانيا مخدومه معدله يلاه سلامات بكل شيء ديالها بفوتوشوب، لان الشهاده الاصليه ديال الشخص الاول اللي فغيمون مشى للمختبر جابها عليها خدمه، تيتغير التاريخ، تيتغير هذاك الرقم التسلسلي، تيتغير ما التوقيع والامضاء والونطيط والمعلومات كامله على الاسم، وشي بس شي تمشيات كتغير وكدوز ريسيدنسيا بطاقه الاقامه اخي، وراه كتزور جواز السفر وراه تزور. على العموم صباح الخير احمد من امستردام، تحيه لكل متابعينا من هولندا. طبعا هذا موضوع كما قلت متابعينا ما عجبش بزاف ديال الناس، لانه ملي كان فجروا ملف بحال هكا، طبعا راه كلشي يراقب، كلشي تيوصل، وفغيمون خصنا يوصل في القريب العاجل، اليوم قبل غدا، لان هادشي راه خطر. المغرب كنشوفوا ارقام تورية كتقول الحومه الحسانيه المشفى الاسباني، نعم على مقربه مدارة الحومه البيضاء. اذا نتمنوا ما نشوفوش مثل هاد الحالات، لان كما قلت هادشي تيأسف، هادشي تيأسف. لماذا؟ لان حنا جبدنا هذا الموضوع باش نسلطوا الضوء على هذا الخرق وهذا التزوير اللي كيعرفوا هاد الشواهد، لان هذا الشيء راه ممكن يصف اي واحد فينا. كاين شي واحد في المغرب ما عندوش عائلته في بلد المهجر، اذا ما كانش العائله يكون الصديق يكون الجار. اذا حذاري ثم حذاري. هدى تقول تطور الحمر البيضاء مدينه كاين طبعا متسبعين، ما بغيناش كما قلت نشوفوا مثل هذه الحالات، لان هذا الشيء ديال التزوير ديال الشواهد الحقيقه راه خطير. باش نكون واضح، لان يجيك واحد الانسان مصاب وما تعرفش المستوى ديال الكوفيد اللي فيه، غيدفع لك غيخلق لك مشكل واللي حنا في غنى عنه. هذا هو المشكل، يجي واحد الشخص اللي هو تشطر على 80 يورو، 800 درهم، 900 درهم، 1000 درهم، ولكن يدمر لك اسره ويدمر لك حي ويدمر لك بزاف ديال الحوايج بسبب واحد المبلغ اللي الله يحسن له. 1000 درهم راه فلوس، الناس راه ما عندهاش 10 درهم باش توكل وليداتها، ولكن ملي كنربطوها بواحد الخطر محدق، واحد المشكل كبير، صعيب. لانه بصراحه انا رايي زعما رايي شخصي. اسماء من تطوان صباح الخير اخي العزيز، الله يعطيك الصحه ام محمد، شكرا لك. اذا كما قلت رايي الشخصي راه صعيب هادشي،
باش نكون واضح، هذا الشيء راه صعيب وصعيب بزاف في المتسبعين، لان ما يمكنش يبقى هذا الشيء هكا، وخاصه مع ارتفاع الارقام. انا كنستحضر انه ممكن يكون هذه الارقام اللي ارتفعت مع هذا العدد ديال الجاليه اللي دخلوا، ممكن، لان الان شنو هي وثيقه كتبت انك انت سليم وكتدخل وانت راك لا قدر الله مصاب. اذا مشكل ومشكل كبير متسبعينا، نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا الناس تاخذ الامور بجديه وبروحها المسؤوليه والوطنيه باش يمكننا نتغلبوا على هاد الجائحه. طبعا هذا موضوع فلا مشكل، حنا كتقول سلام واش كريستيانو؟ لا طبعا واش كريستيانو جو لا حنان، كريستيانو أغيا طبال وطبيب وصحافي ومحامي واستاذ وزير عادي. كريستيانو اسم من الإصابة الشخص الإنسان، ما يكونش كريستيانو أكثر من الرئيس ديال الأمريكان تا واتساب، ما يكونش كريستيانو أكثر من وزراء في المغرب، حنا راه تصابوا وزير عمارة هو الأول، دشن الكورونا في أول وزير في حكومة العثماني عادي. شوف راه ممكن اي واحد يتصاب، راه بحال غريب دابا، هي الحيطه والحذر، حضي راسك، كل واحد والبنيه ديالو، ولا كان عنده لا قدر الله شي امراض مزمنه ولا كذا، راه الاعمار بيد الله باش نكونوا واضحين، لان المساله ديال التنفس. وهنا غادي نذكرك حنان وعندك المتابعين الكرام، ان واحد الطفله اذا كتذكروها باقليم شفشاون منطقه امتار وجامعه القرويه امتار، توفات في الباب ديال المركز الصحي اللي كان مغلق في غياب الاطقم الطبيه، ما عرفتش ما عندهم طبيب ولا ممرض ولا ممرض على العموم. كلات حبه ديال العنب، كلات الحبه ديال العنب وهبطت طلع يعني في اتجاه اللي ماشي صحيح وخنقاتها، التنفس مشى في وقت وجيز. طبعا الله يحسن العوان، كان كان شي واحد دابا تيعرف اطار الاسعافات الاوليه ولا كذا، ممكن كان يقلبها راسها تحت رجلها الفوق ويضرب على صدرها وعلى ظهرها وعلى عنقها، ممكن ديك الحبه ديال العنب تخرج. ولكن ناس تخلعوا، ناس في الباديه ما عارفينش شنو واقع، جراو المستصفى لقاه مشدود، ناض صداع، خرجوا النساء تيغوتوا، خرجت شي مراه كتقول لك لا ما تصوروش ما ديروش، مرات شي مسؤوله تعقيد. على العموم هنا الامور تخلط الحابل بالنابل. ولكن رجعنا للعميل ديال التنفس استاذ حنان، راه التنفس انتي او انا ولا اكس ولا ايكغي كيكون انت نايت تشرب وشربتي الماء ومشى عوج من واحد البلاصه اخرى، خصك دير واحد العمليه، واحد رد الفعل باش يمكن لك تسترجع الانفاس ديالك. كورونا كذلك، كورونا اذا مشات الاحبال الهوائيه قفص صدري كذلك، راه كتخنق الواحد تيموت، كيمشي له التنفس. علاش كاين دابا كتلقى الناس اللي في الحالات الحرجه التنفس الخارق تحت الضغط، لان راه هذوك العريقات اللي كيتنفس بهم راه تشادوا، وهذا هو المشكل. كاين اللي تجيه كورونا في البدايه وتيدير تحليله وتيجيب الله التيسير وكذا، وكاين اللي ديك لا قال لك انا شفت في التلفزيون ولا في اليوتيوب خصك دير طنجره ديال الكوكوط كتصفر باش تطلع لك النيف ديالك، وشحال من واحد صفرت له كوكوط في النيف ديالو داو على المقبره. وكاين حاله مماثله هنا في تطوان للاسف، في البدايه ديال كورونا جوج ديال الناس دخلوا مدينه سبتة المحتله لاحد الاحياء لا داعي عندك سميتها، والسيد كان مصاب، وديك العقليه ديال الله يرحمه مسكين برحمه الله مشي للصبيغه قال لك لا انا ندير العشوب الطنجره كوكوط تتصفر ونديرو ونصنعو، شعشع فيه كما تيقولوا كورونا مزيان في الصدر، تصابوا الاسره ديالو هبطوه، كان اللي عطاه بقى بالتنفس الاصطناعي الخارق تحت الضغط هذا، ما غادرنا الى دار البقاء. باش نكونوا واضحين، لان كاين ناس يقول لك على المسرحيه على الكذوب، واش حنان الرساله واضحه، وملي درتي ديك الابتسامه عرفنا الميساج ديالك، انت راك فهمتينا وفهمناك. طبعا متابعينا، لان بصراحه الامر بيد الله، الامر بيد الله، ولكن الانسان الحيطه والحذر باش نكونوا واضحين. شكرا كل متابعينا، نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميله في هذه الدرجه الصباحيه في هذا المباشر الصباحي. امين، نلقاكم بخير في مباشر اخر، في مباشر اخر. كان معكم معتكف كالعاده، صباح الخير، بجهه طنجره بالسلامه، سليمان اكيد اكيد.
جهه طرف اسطوانه الحسينيه كترتفع، المستوى الوطني كترتفع. البارح على رقم هي الدار البيضاء فقط بوحدها مدينه الدار البيضاء 1354 10 ديال الوفاه. يا ربي السلامه، نتمنوا نوال شحال طنجه ما عرفش لا لا ما عنديش لائحه الان. اذا نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا الله يرفع علينا هذه الوباء، نتمنى الناس تاخذ الامور بجديه ومسؤوليه، هذا هو الاهم، لان هذا الشيء تاسف، هذا الشيء تيخلع، هذا الشيء خطير، باش نكونوا واضحين. وما بغيناش كما قلت ما بغيناش نرجعوا للصفر. ملي كنقول نرجعوا للصفر يعني نرجعوا للحاجه الصحيه، بغينا نرجعوا للصفر حاله ماشي نصيفطوا باش نضيعوا الوقت. مستمعينا من حي الجامعه العربيه مدارس الديور ديال الحجر، امامكم مسجد سيدي طلحه، وغدا ان شاء الله الجمعه، نتمنوا الدعوه ديالكم. اول صلاه الجمعه بعد الاغلاق المساجد لمده اكثر من 7 شهور، غدا ان شاء الله اول صلاه الجمعه تكون الدعوه ديالكم، الله يرفع علينا. نتمنوا الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه، الاصابات كتزاد وما عرفناش علاش، ومن يتحمل المسؤوليه وعلاش في الاونه الاخيره بقات كتزاد الاصابات، هذا هو السؤال في انتظار الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الاهم. طلبوا الله، الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه الطبيعيه. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نتمنى تكونوا بقيتوا معنا اوقات جميله في هذه الدرجه الصباحيه. كان معكم معتكف كالعاده، انتظروني في مباشر اخر مع موضوع اخر. الى اللقاء.